مساء الخير. بالنسبه لليوم العالمي للحرمان الجماعي الفالنتاين زفت، الفالنتاين زفت انا رسلت لكل نحنوح ونحنوحه ابوس ايديكوا كفانا احناها في الشارع، احنا تعبنا وقرفنا والله العظيم، تعبنا وقرفنا خلاص بقى، استحملنا وقسينا كتير، نراعي نراعي بقى شعور زملائنا المحرومين، الناس اللي بتقعد تتفرج في صمت وفي اسى، بتقعد تضغط على نفسها وتشيل جواها كده، بتشيل جواها والله العظيم، ذنبنا في رقبتكوا، احترموا نفسكوا بقى، ذنبنا في رقبتكوا، ما بقاش فيها شعر والله، ما بقى فيها شعر من كتر الفراغ العاطفي والضغط، الضغط النفسي، الضغط النفسي بهدلني، فكفايه بقى ونحس ببعض شويه، وكفايه قله ادب، كفايه قله ادب، احنا السنجلويه واخدين عهد على نفسنا السنه دي والله العظيم، واخدين عهد كلنا وايدينا في ايد بعض، اي اتنين هنشوفهم في الشارع تبدو تبدو بس عليهم كده اي مظهر من مظاهر النحنحة بالطوب بالطوب وديله والله العظيم، هنحدفكم بالطوب وشكلكم هيبقى زي الزفت، انا بقول لكم هو كفايه قله ادب بقى، كفايه قله ادب، ونلم نفسنا شويه. بالنسبه للشباب اللي عندها نيه الخلعان من اليوم ده ومزنوقه مش عارفه تخلع، فكر يا ابني، فكر وشغل مخك، عندك 60 طريقه تخلع بيها من اليوم ده، يعني اتلكك لها اتلكك لها على اي حاجه، وارزع معاها خناقه 3 4 ايام لحد ما يعدي اليوم ده على خير وارجع صلاح عادي عادي والله، مش عيب ولا حرام، يعني افتكر افتكر اي حاجه، افتكر يعني انت ناسي لما فتحت الويب بتاع الدليفري من غير ما تستأذنك، ناسي، انت نسيت، انت نسيت، انت جاي تنسى اليوم ده، جاي تنسى اليوم ده، افتكر افتكر اي حاجه، ولا ناسي لما ركبت مع صاحبتها وخطيبها في عربيه خطيبها وانت قاعد قلة في البيت مش فاهم اي حاجه، قاعد قلة عمالين يتمرقعوا في الشوارع وانت قاعد مالكش اي لازمه، فين النخوه فين النخوه فين الرجوله، افتكر هتلاقي مواقف كتير، المواقف دي اتعملت لليوم ده، يعني اذا ما استغلتش المواقف دي في اليوم ده تبقى انت حمار، تبقى انت حمار مؤاخذه، الدنيا زنقت معاك قوي بقى، مش لاقي اي تلكيكه ولابس لابس، يعني في حبه حاجات كده ممكن تعملها تنقذ ما يمكن انقاذه، والله العظيم حاول توفر بقى على قد ما تقدر، حاول توفر، يعني مبدئيا اوعى تنزل لوقت غدا ولا وقت عشاء، ما تبقاش غبي، ما تبقاش غبي، قول لها هننزل بعد الغدا وهنرجع قبل العشاء عشان الحق صلاه الجمعه، قول لها كده، قول لها كده واقنعها بكده، ما اقتنعتش يبقى العيب فيها، العيب فيها وهي اللي بنت مديه وبص على الفلوس وعلى الاكل وعلى الشرب، معلش بقى انت كده عداك العيب، اصل انت مش هتنزل من اول يوم تصرف غدا وعشاء وخروج ومصاريف وسينما، سينما مش عارف ليه بيحب يخشوا السينما اليوم ده، مش عارف ليه بيقفشوا في السينما، وانت شايف، انت شايف اسعار السينما بقت جحيم، جحيم هيبقى خراب من كل حته والله، خلي بالك يا ريت نتكر من الحته دي. بالنسبه للعيال اللي لسه بتتنحنح الجديد دي اللي بتحب في قصه حب جديده، انا عايز اقول لك يا ابني نصيحه لوجه الله والله العظيم، مش عيب، مش عيب انك انت تاخد الدبدوب للبت سلمى صاحبتك القديمه جابته لك السنه اللي فاتت وتديه للبت منى صاحبتك الجديده، مش عيب والله العظيم، عيب ولا حرام، عادي عادي، المهم الدبدوب موجود، يعني عندك عند منى عند سلمى، المهم ان الدبدوب بخير ومحدش اذاه، عادي بقى عند مين مش مشكله. بالنسبه بقى للناس المتجوزه فالوضع بيبقى صعب شويه، اصل هي عدالك عدالك في البيت وكبسه على نفسك، مستنيه تشوف انت هتعمل لها ايه ولا هتجيب لها ايه في اليوم المنايل ده، في الحاله دي مالكش غير حل واحد اهو، اسمع كلام اخوك، ده حلك الوحيد، ده اسمه يعني لبوس السعاده، لبوس السعاده هتلاقيه موجود في اي صيدليه ب 6 جنيه وربع، مش هيكلفك اي حاجه والله ما هيكلفك اي حاجه، هتاخد واحده قبلها ب 24 ساعه 3 ايام، 3 ايام مرمي في الحمام معدتك بتتقطع اسهال، اسهال مزمن وفيضانات والدنيا بايظه معاك خالص، رايح جاي على الحمام هتبات في الحمام، هي هتشوف حالتك الصحيه متدهوره هتقف معاك وتقدر، هتقف معاك وتقدر، لازم تقف معاك وقت مرضك ما قدرتش، دي زوجة لا تصلح، زوجة لا تصلح، ارمي عليها اليمين على امها، على امها عيد بقى مش ناقصه قرف هي، يعني معلش هو الموضوع صعب شويه بس يعني البس اللبوس احسن ما تلبس الفلوس، معلش نيجي على نفسنا شويه، الموضوع صعب بس معلش يعني ندعي ربنا ونتشاهد وناخده عشان ربنا يعدي اليوم ده على خير، انا بقول لكم اهو اديتكم جميع الاوبشنات للهروب من اليوم ده، اللي هشوفه نازل يتنحنح في الشوارع ما يزعلش، بالطب واديله على طول، بالطب واديله محدش يزعل مننا، جاتكم 60 نيله كلكم، السلام عليكم.